اهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده ولقاء متجدد دائما على قناه الصحه والجمال وبرنامج طبيب على الهواء. كما عودناكم ان في اسئله كتير نطرحها على اساتذه ومتخصصين واستشاريين كبار في هذا البرنامج، بالذات برنامج طبيب على الهواء. النهارده يكون عندنا في الاستوديو ضيفا عزيزا على قلوبنا، وهو الاستاذ الدكتور احمد يوسف القاضي، استاذ الامراض الصدريه والحساسيه والمهنيه. اهلا وسهلا دكتور. اهلا بيك. بس دي غريبه قوي، المهنيه دي غريبه قوي، عشان كده انا نفسي ابتدي. ولكن انا ما هو الامراض المهنيه؟ ابتدي بيها. الامراض المهنيه هي الامراض التي تتاتى نتيجه التعرض المزمن للمخاطر الصحيه في بيئه العمل. نعم. يعني هنضرب مثال عشان نفهم الساده المشاهدين، ان لو تكلمنا مثلا عن صناعه الاسمنت. صناعه الاسمنت دي فيها تعرضات مهنيه بمختلف انواعها. ده بيخلينا نتطرق الى ما هي المخاطر المهنيه. المخاطر المهنيه عندنا مخاطر مهنيه طبيعيه زي الضوضاء، زي الضوء المبهر في السينما مثلا، صناعه السينما، زي الضغط الجوي لو ارتفع او انخفض. هو الضغط الجوي بيرتفع تحت سطح الميه جماعة الغواصين، بينخفض مع جماعة الطيارين. صحيح. وده ليه امراض وده دي امراض. صحيح. الاهتزازات، الناس اللي بتمسك الشنور الجامد ده بيعمل بيه دريلينج في الارض، الاهتزازات دي بتاثر على العظم. المجال الكهرومغناطيسي ده بيعمل مشاكل، على سبيل المثال في الأطفال بيعمل لوكيميا. دي مخاطر طبيعية. في مخاطر كيميائية زي الأتربة، الغبار، البخار، الغازات. بس ممكن نحن نسميها برضو إن هي طبيعية. ما الأتربة ديت مش بإيدي إن أنا بشمها. لا لا، الطبيعية المقصود بيها الحاجات الفيزيقية اللي هي الفيزيكال بوليوتنس او الملوثات الطبيعيه. لكن دي ملوثات كيميائيه، يعني مثلا التراب الاسمنت. التراب الاسمنت فيه ماده اسمها هيكزافيلنت كروميوم او ترايفيلنت كروميوم، هي ملوثات كيميائيه بتاثر على الجلد. نعم. بتعمل اكزيما في الجلد. وبعدين ندخل بقى في الكيمياء، المبيدات الحشريه. عند المزارع؟ نعم، عند المزارع. عند المزارع وفي البيوت. ما انت حضرتك لما تيجي تبخ البيرسول مثلا او اي مبيد حشري، وبالذات المبيد الحشري اللي ملوش ريحه. فانا الحقيقه من خلال هذا المنبر بطلب من الصيادله ما يبيعوش المبيد الحشري اللي ملوش ريحه. ليه؟ لان المبيد الحشري لما يكون ليه ريحه بيديني فكره عن شده التعرض. انا باخد كتير ولا قليل؟ لكن لما يكونش فيه ريحه انا مش عارف. وهو ده بيكون مخاطره طبعا اكثر. طبعاً. اكثر من ال طبعا، لان انا باخد نسبه من المبيد ومش واخد بالي ان هو شديد تعرض. نيجي بعد كده في نقطه مهمه جدا، يعني مثلا البوتاجاز مثلا. ماده البوتاجاز نفسها اللي بتولع ملهاش ريحه، هو بيضيف لها بقى ماده تانية اللي انت بتشمها. نعم. عشان يحذرك ان ده بوتاجاز فيه تسريب. دي مخاطر المهنيه باختصار شديد. مخاطر بقى بيولوجيه، بدءا بالفيروس، بدءا بالبكتيريا، بالفانجس او الفطر. يعني المخاطر دي بيتعرض لها اكتر الموظفين او العمال في مجال الصحه. احنا نفسنا معرضين لمخاطر بيولوجيه. يعني الطبيب ما يسمى بالعدوى. بالظبط كده، صح كده. بالمناسبة انا بس عايز اوضح للساده المشاهدين ان واخلي الموضوع يكون مبسط ليهم، ان امراض الصدريه والحساسيه المهنيه دي بتخص حاجات احنا ذات نفسنا بنعيشها، صح كده دكتور؟ بالظبط. نعم. لكن قلت كلمه ان احنا كموظفين او أطباء في مجال الصحه، في مجال الصحه، صح كده، اطباء أو تمريض أو حتى عاملين شغالين جوه المستشفى، نقلة العدوى. بالظبط كده. وبالمناسبة يعني أنا أناشد وزير الصحة المحترم إن بدل العدوى
50 قرش او 30 قرش او 40 قرش ومش عارفه ايه، يزودوا شويه، ده تهريج. نعم اتضامن معاك، ولكن انا عايزين نخش في موضوع الحلقه يا دكتور، او في اسئله الحلقه. طب لو جينا نتكلم عن اسباب مرض المهني. لا انا لسه ما كملتش. طب اتفضل. بعد المخاطر البيولوجيه في مخاطر ميكانيكيه او هندسيه، ودي بنشوفها كتير. يعني لما سعادتك تمشي في الشارع، الطريق ده اللي احنا ماشيين فيه جايين مدينه الانتاج الاعلامي، في مطبات غير مرئيه، فده بيعتبر ملوث هندسي او ملوث ميكانيكي. بيتاتى على هذا الملوث الميكانيكي انك انت بسيارتك تترفع فوق قوي وتتخبط، ناهيك بقى عن اللي بيحصل لك. فدي ملوثات ميكانيكيه. في مجموعه اخيره للملوثات اللي هي الملوثات اللا اخلاقيه، او اللي اشدهم طبعا. وهي انا في تصوري ان هي دي سبب الملوثات السابقه. يعني انا لو عندي ضمير مهني مش هسمح للمصنع بتاعي انه يطلع ملوثات، هجيب له فلاتر، هجيب احدث المكن اللي ما بيطلعش تلوث. هحافظ على العامل بتاعي، اخلق له اداره اسمها اداره السلامه والصحه المهنيه. عشان انا اخذت العامل سليم احافظ عليه سليم على قد ما اقدر. او اقل شيء ان انا ممكن انقل المصنع من لمكان فارغ السكان زي الصحراء او كده. حضرتك يا استاذ احمد اثرت نقطه مهمه جدا. زمان كان الحال احسن من كده بكتير قوي. كان المصنع بيبقى له حرم. يعني ايه حرم؟ يعني مساحه حوالين المصنع لا يمكن غزوها. انما النهارده العشوائيات عملت ايه؟ راحت غزت المصنع. يعني مصانع الاسمنت في حلوان وكوتسكا وترى والمعصره دي زمان لما اتعملت ما كانش في كتل سكانيه حواليها، لكن الكتل السكانيه راحت عاشت جنب المصنع، جنب سور المصنع. قانون النبي بيقول ايه؟ ان المصنع اللي ما يحافظش على الحرم بتاعه ده يعزل. واخد بالك؟ يعني انا المفروض ليا مصنع، ليا مصنع، ليا حرم احافظ عليه، امنع حد يغزوه. ما قدرتش امنع والكتل السكنيه جت حوالين السور وبنت، انا اعزل. نعم. دي من ضمن الصح. هذا ده قانون في البيئه. مش هو احنا لو اتكلمنا على الحرم بتاع المصنع، طب محل الناس اللي جوه المصنع. ولكن هو ايضا مش موضوعنا. ننقل لموضوعنا، في موضوع صغير جدا ما بين ايه هي الحساسيه المهنيه والفرق ما بينها، ما بين الحساسيه المهنيه وما بين الحساسيه العاديه. الحساسيه المهنيه هي حساسيه بتصيب الانسان المعرض في بيئه العمل لمخاطر مهنيه تعمل له حساسيه. زي ايه؟ زي مثلا ثاني اكسيد الكبريت، او غاز الامونيا، او غاز الكلور، جماعه اللي هم بيعملوا تنقيه للمياه الشرب في محطات المياه، ويبتدوا يحطوا الكلور على المياه عشان يعملوا تعقيم. الكلور ده خطر جدا، بيعمل لي حساسيه مهنيه او رب شعبي مهني. ليه بقى؟ لان لو ما فيش اداره للسلامه والصحه المهنيه، يعني ايه سلامه وصحه المهنيه؟ يعني ان انا احافظ على العامل من التعرض المهني الخطير. صحيح. باستخدام بقى وسائل السلامه والصحه المهنيه، كمامات، فلاتر. اقلل من الماده نفسها، ما احطش اوزع وبس، ما احطش كميه كلور زياده عن اللزوم. وده اللي احنا بنلاحظه على فكره في الميه. صحيح. احيانا بص لا تشرب الميه تجدها طعمها كلور، ده خطر جدا على الصحه العامه. واخد بال ساعتك؟ النقطه الثانيه والمهمه ان الحساسيه المهنيه لو اتشخصت للعامل عليها تعويض. انما الحساسيه العاديه نتيجه السجاير ملهاش تعويض. عشان كده الحساسيه المهنيه قضيه اصابه عمل، انما حساسيه السجاير دي مش قضيه ولا اصابه عمل. انت اللي بتجيبه لنفسك، دي قضيه شخصيه.
بالظبط كده. وانا يعني نفسي المشرع المصري، والكلام ده بوجهه لكل مدخن، المشرع المصري يبعت 3 عقوبات، يوقع 3 عقوبات على المدخن. عقوبة لأنه مجرم في حق نفسه أولا، عقوبة تانية لأنه مجرم في حق زوجته إذا كان متزوجا، عقوبة التالتة أنه مجرم في حق أولاده إذا كان منجبا. صحيح. ودايما بقول في حلقاتي، والمدخنين بيزعلوا مني، بس أنا حريص على صحتهم، لأن التدخين بيأثر على كل خلية في الجسم، بالذات يأثر على الجيب. لا الجيب ما يهمنيش، لا في ما في هناك ما هو أخطر من الجيب. نعم صحيح، صح العامة. نعم، الفرق يا دكتور. نعم، عايزين نعرف أيضا الفرق، الفرق بين ما بين الحساسية المهنية والحساسية العادية. الحساسية العادية إيه أضرارها أيضا، والحساسية المهنية ماشي إيه أضرارها؟ هو الحساسية عموما تعرفها خلل في الجهاز المناعي. كويس. هذا الخلل في الجهاز المناعي بيكون سببه جين وراثي. يعني غالبا بيبقى والدي مثلا عنده استعداد للحساسية، وانا باخد الجين، وبعدين الحساسية بتظهر عليا مع اول تعرض للمهيجات. مهيجات الحساسية، عندنا مهيجات غذائية، حاجات بناكلها وبنشربها تعمل لي طبعا حساسية، وعندنا مهيجات حساسية مناخية أو هوائية اللي هي بيتم استنشاقها عن طريق الهواء. فالحساسية سواء كانت عادية أو مهنية بيحصل فيها نفس الخلل واحد. لكن الحساسية المهنية بيكون سببها تعرض لمهيجات حساسية موجودة في بيئة العمل، زي ما قلت لحضرتك من شوية، ثاني اكسيد الكبريت او الامونيا او الكلور او الى. نعم. لكن الحساسيه العاديه، واحد بيدخن، واحد بياكل سمك وهو عنده حساسيه للسمك او عنده تحسس السمك فتعمل له حساسيه. فدي الحساسيه العاديه. الاثنين بيادوا الى رب شعبي. نعم. بس ده رب شعبي مهني، بيحتاج تعويض الاجر الكامل. بيحتاج لو ثبت في اللجنه الثلاثية بتاع التأمين الصحي انه هو مرض مهني، يبقى ياخد إصابة عمل وتقدر الإصابة حسب نسبة العجز. واخد بال عليك؟ احنا مش بنتكلم على فئة معينة يا دكتور، احنا بنتكلم على فئة الناس كلها. حضرتك تسألني الفرق بين الحساسية المهنية والحساسية العادية. حضرتك قلت في الأول خالص ان المهنية دي تبع مهنة معينة. أيوه. ولكن مش تبع مثلا التأمين الصحي ولا تبع لا الجهة المنوطة. الجهة المعنية بإثبات المرض المهني أو الحساسية المهنية هي هيئة العامة، الهيئة العامة للتأمين الصحي. في إدارة اسمها إدارة إصابات العمل. أنا بتكلم كلام علمي. أكيد طبعًا، أكيد. وبقول الجهة المعنية. لكن التأمين، لكن الحساسية اللي هي بتاعة التدخين دي ملهاش تعويض ولا ليها معاش إصابة. أنت اللي بتجيبه لنفسك. أنت اللي بتجيبه لنفسك. صح كده؟ عايزين ننتقل من مرحلة لمرحلة تانية أيضا. فضل. اللي هي ما هي أنواع السعال؟ ده سؤال مهم جدا، وبالذات في الشتاء بتاعتنا الحلوة. دي السعال هي كحة. الكحة في عندنا نوعين. في كحة جافة، أو كحة يقول لك أنا بكح كحة جامدة جدا وما بطلعش بلغم. وفي كحة منتجة اللي هي بتطلع بلغم. الكحة الجافة دي ممكن تكون سببها برضو حساسية، ممكن يكون سببها نزل برد. فالعيان بيبقى الأول بيكح مفيش بلغم، لكن ممكن بعد كده لو خد دواء كحة طار للبلغم طلع بلغم. نعم. في كحة المنتجة اللي هي فيها بلغم. هنا بقى البلغم أنواع كتيرة. عايزين نعرف. في بلغم أبيض، وده بيبقى بلغم الحساسية. يعني الحساسية اللي ما فيهاش اي مشكله بيبقى البلغم ابيض ولزج. لما بقى يبتدي البلغم ده بيبقى، او البصاق ده بيبقى وسط جيد جدا للبكتيريا. فلو حصل ان المناعه بتاعتي ضعيفه وحصل اصابه بعدوى بكتيريه، هيبقى البلغم لونه يا اما اصفر يا اما اخضر يا اما رمادي حسب نوع الميكروب. وكل لون له حاجه معينه، ميكروب معين. او مدمم، او لونه اسود. والبلغم على فكره اذا
يعني حضرتك طلعت بلغم وفوجئت انه لونه اسود، اوعى تقول دي ده بلغم اسود من السجاير. لا، ده بلغم اسود نتيجه التعرض للفطريات. نعم. ولازم تروح لدكتور متخصص. وممكن يكون يعني، وممكن يكون سبب كثره التدخين او كثره العوامل المدخنه في الهواء. مش هيطلعه اسود، هيطلعه رمادي. لكن لما البلغم اسود سواد فعلا يخض، يبقى لازم اروح متخصص، لانه ممكن يكون التهاب فطري خطر اكتر من البكتيريا. صحيح. طب كويس، احنا عايزين، انت حضرتك قلت اكثر من لون، عايزين نوضح للساده المشاهدين كل لون. نوع اللون الاصفر او الاخضر بيكون سببه بكتيريا انواع مختلفه، سواء جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف، واخد بال حضرتك. انما اللي انا عايز اركز عليه احمد بيه، اتفضل، اللي هو الاسود. الاسود ليه بقى؟ لانه لما بيروح للطبيب عام مثلا مش متخصص، ودي احب انبه الساده المشاهدين انه لما بيروح لطبيب عام بيديله مضاد حيوي، اول حاجه يعملها يديله مضاد حيوي. مضاد حيوي هيقتل البكتيريا. هنا بقى هيزيد الفطر، لان الجسم فيه فطر وفيه بكتيريا. في توازن بينهم. في بكتيريا نافعه بتعمل، بتقول للفطر اوعى تترعرع او اوعى تزيد عن حدك. اوعى تكبر. او ابع اوعى تكبر. لما اجي انا بقى كطبيب مش واخد بالي من النقطه دي، وادي مضاد حيوي، وادي مضادات حيويه في روشته، بوصل روشته جايه لي كاتب فيها 3 مضادات حيويه. ليه؟ ما كفايه قوي مضاد حيوي واحد. فالمضادات الحيويه اولا بتزود الخلل في الجهاز المناعي، فبتزود الحساسيه. ثانيا المضاد الحيوي هيقتل البكتيريا النافعه، يبقى هيدي فرصه للفطر انه يفترسني، ودي النقطه المهمه جدا وبحب انبه عليها. جميل. اخواننا الاطباء لما يجي عيان يقول لك انا بكح، اساله سؤال مهم جدا. اول الاول تقول له في بلغم؟ يقول لك اساله السؤال الثاني، لونه ايه؟ قبل لونه لازق ولا خالع؟ لان برضه لزوجه البلغم ليها مدلول عندنا في الطب. السؤال الثالث لونه ايه؟ لو لونه اصفر يبقى انا هفكر في البكتيريا اللي بتسبب صفار البلغم. لونه اخضر هفكر في البكتيريا اللي بتسبب اللون الاخضر. اللون الاخضر، واخد بالك. لونه اسود يبقى مش هدي مضاد حيوي، هدي حاجه ضد الفطر. حاجه ضد؟ تقتل الفطر. ودي حاجه، ودي حاجه مهمه جدا. وفي حاجه معينه؟ في مضادات الفطريات، بس انا مش هقولها اسمها تجاريه. عشان ما اعملش دعايه. نعم صحيح. ماشي. جينا نتكلم على السعال. ايوه ماشي. نرجع تاني الفيدباك للسعال. ان في بعض الاشخاص عندهم السعال متواصل صيف وشتاء على طول، ده بيبقى ايه؟ دي حساسيه. وبعدين في حاجه تانية برضه عايز اقولها، لما اكون بدخن وفي فاميلي هيستوري او في تاريخ عائلي عن الكانسر او عن السرطان، لو انا بدخن بكح بصفه مستمره لازم اخد بالي بسرعه اروح للطبيب، لان ممكن يكون عندي بدايه البدايات للكانسر او للسرطان. حصل بالفعل مع صديق ليا وعنده الكحه دي متواصله صيف وشتاء. راح للطبيب كتب له علاج كتير جدا جدا جدا. ما هو انا نفس الموضوع، انا ممكن يكون عندي كحه ماشي، بس انا عايز، مش عايز استمر فيها لان بتقلقني بالليل وما تخلينيش ان انا اعرف انام، لكن انا عايز حتى ايه هي الوقايه منها. في كمان حضرتك اصابت نقطه مهمه جدا، ان الكحه وانت نايم دي طبعا ممكن تكون حساسيه، وممكن يكون هبوط في القلب بالذات لما بذل مجهود، واخد بال حضرتك. ف نقطه مهمه جدا ان برضو طبيب الصدر لما يجي العيان يقول له بكح دم، هو ممكن يفكر في الضرن. من حقك، بس اعمل له فحص الضرن، لو ما لقيتش فيه ضرن ابعته على طول لاختصاصي قلب. لان ممكن يكون في احتقان في الرئتين نتيجه هبوط في القلب، ودي نقطه على فكره بتغيب كتير على الاطباء. لازم، انا بحترم التخصص، انا اختصاص صدر، يبقى هدور في مجال الصدر. لو لقيت الموضوع يخرج عني كاختصاصي صدر وعايز اختصاصي قلب، تحول مش عيب. بالعكس، ده قمه العقل انك تحوله حد يفهم احسن منك في هذا التخصص. طب هو دلوقتي المريض يعرف ازاي؟
هو دلوقتي نايم بالليل قاعد يكح كتير، صبح الصبح قالك لازم اروح لدكتور، راح لدكتور الصدر، يعرف ازاي ان هي اساسيها قلب. ما هو هيفحص الصدر، في كمان بيستعين بإشعة عشان يقدر يشوف حجم القلب، في تضخم في القلب ولا لا، ممكن يعمل له وظائف رئه عشان يتاكد ان دي حساسيه. في مكان مريض ده انا عايز اقول لما يجي بالليل يبقى كويس، اول ما يخش في النوم او ينام يقوم بعد ساعه او ساعتين مخنوق، فالخنقه تروح لما مجرد يقعد شويه كده. ده مريض قلب، نعم، مش مريض صدر. نعم. احنا معانا فيديو عايزين نعرضه في على الشاشه، حضرتك تقدر تعلق لنا عليه؟ اتفضل بعد اذنك. الفيديو دي طفله عندها كحه قويه جدا. ماشي. احنا بنعتذر للساده المشاهدين عن دي تبقى ايه المرض؟ ايه المرض ده يا دكتور؟ والله دي طفله في حاجات كتير يا دكتور يا استاذ احمد، ده البلغم يعني متواصل. ممكن تكون الله لا قدر، بس هو دلوقتي في تطعيمات للدفتيريا، يعني دي بتفكرني بحالات الدفتيريا بتاعت زمان، انها فعلا كحه متواصله في بلغم طالع، فده بنسميه الخناق اللي هي الدفتيريا، لكن ممكن تكون حساسيه. نعم. هو في فرق ما بين الكحه للطفل الصغير وللراجل الكبير؟ طبعا في اسباب في الطفوله غير الكبير، يعني الكبير بيبقى غالبا ربو شعبي، التهاب شعبي مزمن، سد رئويه، دي امراض خاصه بالناس الكبار، العواجيز كمان بالذات، انما الاطفال ما عندهمش الكلام ده. الأطفال ممكن يكون عندهم التهاب شعبي حاد، ممكن يخشوا في التهاب رئوي. اللي احنا شفناه ده ممكن يكون فعلا من ضمن التهاب الشعبي الحاد؟ التهاب شعبي حاد، ممكن تكون داخله في التهاب رئوي. البلغم المتواصل ده بيبقى التهاب فعلا مزمن مثلا؟ لا، التهاب شعبي حاد أو شعبي حاد، ولذلك ممكن يكون نسأل بقى الأم عندها سخونة ولا لأ؟ لو عندها سخونة يبقى التهاب شعبي حاد، وكمان التهاب داخله في التهاب رئوي بالمنظر اللي أنا شفته ده. نعم. واخد بالك؟ هو معنا الاتصال الاستاذ عمرو. الو الو. ايوه، السلام عليكم. ازيك يا استاذ احمد؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ منور. منور الحلقه كلها يا استاذ احمد. اشكرك يا فندم، اشكرك. والدكتور منور الحلقه وبرنامج هايل اللي حضرتك عامله ده. اشكرك. ربنا يخليك يا استاذ عمرو. دلوقتي يا دكتور انا كنت عايز اسال سؤال لحضرتك يا دكتور. اتفضل. يعني انا اوقات يعني بقوم من النوم احيانا يعني بلاقي شد على صدري جامد قوي، ماشي، و بلاقي ضيق في التنفس، صدر بلغم على صدرك وفي ضيق في التنفس. ايوه. فانا كنت عايز بس اعرف يعني هل في علاج مثلا او ده مثلا ايه الاسباب اللي بتسببه؟ اسمح لي اسالك سؤال. ايه يا دكتور؟ حضرتك بتدخن؟ يعني احيانا يعني من وقت لاخر يعني. لا ما اعرفش. احيانا بتدخن كام سيجاره في اليوم؟ يعني واحده. طيب يا ريت تبطلها. اشكرك. انا ارد على حضرتك. في اي استفسار تاني يا عمرو؟ اشكرك على الاتصال. هو عمرو بيتكلم عن في مبالغه في افراز الغدد البلغميه، ان في بلغم باستمرار، في كمان نهجان او في ضيق نفس، فضيق النفس ده والبلغم غالبا وهو بيدخن بيقول لي سيجارة أو بيدخن بسيط. يعني أنا عايز أقول له حاجة مهمة جدا. عايز أقول له كل البشر مش زي بعض. أنا بختلف عن حضرتك وحضرتك تختلف عن عمرو. فممكن يكون التعرض البسيط والمتقطع أخطر عند بعض الأشخاص عن التعرض القوي المستمر. ليه بقى؟ الجهاز المناعي مع التعرض المستمر بيوضب نفسه على هذا الكلام. نعم. لكن لما انت تبقى تاخد سيجاره النهارده وبكره لا، وبعدين تاخد سيجاره بعده، التعرض البسيط المتقطع ده عند بعض الناس يخلي الجهاز المناعي لا بقى انا مش شغال. شوف انت بقى عايز تعمل ايه. يتوقف. لا، يختل لكن لن يتوقف. بالظبط. زي ما حضرتك مثلا احنا بنقول الراجل اللي صرف في البنك او اللي بيتعامل مع الجمهور عموما او الفودافون او اي حاجه. نعم. ده بيقف قدامه طابور مثلا بيتعامل مع واحد زي حضرتك مهذب عنده اخلاق. اشكرك. بعده على طول واحد على الباقي.
فبتحصل له هزه نفسيه. ده الاجهاد النفسي المهني اللي احنا بنتكلم عليه. تيجي ناخد اتصال تاني؟ اتفضل. الو حماده. الو مساء الخير. مساء النور يا فندم. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك ازاي نفرق ما بين ازمه القلب وازمه الصدر؟ يعني احيانا يعني ممكن نشتكي من الصوت بس ممكن احنا عارفين ده مكان القلب ونكتشف ان دي ازمه صدريه. يعني ايه الاعراض اللي ممكن نعرف بيها اذا كان دي ازمه صدريه ولا ازمه قلبيه؟ حاضر، ده سؤال مهم جدا. اشكرك يا استاذ حماده. الاخ حماده بيسال عن ازاي افرق بين ازمه قلبيه وبين ازمه صدريه. هو طبعا محق في هذا السؤال، لان الاثنين بيشتركوا في حاجه مهمه جدا، دي النفس. انا يمكن هو ما خدش باله من قبل كده، كنت قلت ان مريض القلب او الازمه القلبيه لو دخل ينام بيبقى كويس، بعد ساعه او نص ساعه تجده قايم مخنوق، فيقعد على حيله يبتدي ياخد نفسه. ليه؟ لان هبوط القلب بيعمل احتقان في الرئتين، بتبقى محتقنه لو فيها دم. فبيقدرش عمليه التبادل اكسجين وثاني اكسيد الكربون بتبقى قليله جدا. لكن الازمه الصدريه او ازمه الربو الشعبي دي بتكون ما فيهاش الكلام ده، بيبقى نايم صاحي في ازمه، مجرد ما ياخد حاجه تفتح الشعب بيبقى زي الفل. زي الاكسجين. ماشي. احنا في ظرف نصف دقيقه عايزين يعني ان حضرتك تقول النصيحه للساده المشاهدين. يا ريت نبعد عن التدخين. نعم. وإذا كنت مدخن حاول تقلع عن التدخين، وفي دلوقتي عيادات ومراكز متخصصة للإقلاع عن التدخين. نعم. أستاذ الدكتور أحمد يوسف القاضي، أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية والمهنية، الحساسية المهنية. صحيح. أشكرك شكرا جزيلا على ما قمت به من قول وعمل وفعل. السادة المشاهدين أشكركم على حسن مشاهدتكم لينا، ولكن أفضل شيء نحن نبتعد عن التدخين. ولو قلت منكم أشكركم. نراكم الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم.